بولاية ميلا وفي أجواء احتفالية وبحضور الكاتبة زكية علال وبعض الكتاب الشباب، قام شقرا يوسف رئيس الاتحاد الوطني للكتاب الجزائريين بتنصيب الدكتورة راضية جراد لرئاسة الاتحاد الولائي للكتاب الجزائريين بالولاية. للإشارة جاء إعادة وبعث هذا الاتحاد بعد أن عرف انتكاسة بعد وفاة مؤسسه الأعلامية والشاعر رحمه الله عبد الرحيم مرسول. تغطية عاية الساسي. هكذا راح نقدروا نهضوا بالمكتب الولائي وان شاء الله راح نديروا له اسم ان شاء الله. وانا انا شخصيا اللي معاكم، يعني قلبا راني معاكم وعملا، وفي اي حاجه تحتاجوها الاستاذه هنا او شاهد، يعني اي حاجه انها. لهذا اقول انه مولود جديد او اعاده احياء لجهة ثقافية كنا نفتقد إليها، كنا نفتقد إلى من يمثلنا، كنا نفتقد إلى الاتحاد، فكل منا كان يعمل بعمل فردي. الآن هناك اتحاد ننطوي تحت لوائه للعمل ولنوصل صوتنا ونمثل المثقف النيلي في 58 ولاية ولما لا خارج التراب الوطني. بعد ما أتيحت الفرصة جئنا والحمد لله وجدنا جيل جديد متفهم ثائر متحدي يريد أن يصل بميلا إلى الولاية، مصاف الولايات الأخرى، وربما يكون له مبادرات تغطي على كثير من الولايات. نحن من واجبنا أننا نعطيهم الدعم ونشجعهم ونوضح لهم الأطر القانونية ونوضح لهم أيضا رؤية وفلسفة اتحاد الكتاب الجزائريين، لأنه ليس جمعية محلية أو جمعية وكفى، بل هو منظمة تمثل الجزائر في الداخل والخارج ولها مكانتها المتميزة. الحمد لله تم تنصيب الاتحاد الكتاب الجزائريين لفرع ولاية ميلا قبل قليل، يعني وانا كان لي شرط اني نكون واحد من اعضاء المؤسسين. هو بادرة خير وخطوة اساسية ضرورية للمنطقة، يعني راح تخدمها ثقافيا وحتى من الجانب الاداري القانوني. الحمد لله كانت تمت جلسة التنصيب، ولهذا نمد اليد والعمل والجهد والعرق لتخرج ميلا باتحادها إلى النور، وكتابها وشعراؤها وقاصيها وفنانيها إلى مصافي الفروع الأخرى.